يا سلام بقى يا بت يا كوكا، لو برفانات تحفة ما يزيدش عن 50 جنيه وتبقى فواحة عشان تتحط على السراحة ضروري. صاحبتي عروسة، ده العروسة وأم العروسة والعروسة ذات نفسها وصحاب العروسة. هقول لكم على حبة اختراعات وحاجات تخلي ريحتكم قمر، وبخمسين جنيه ومش هتزيد عن 51 جنيه حتى. يلا بينا. بس الأول حطي لي كومنت حلو، واكتبي لي اعملي منشن للبنات اصحاباتك عشان يعرفوا الحاجات القمر اللي هكلمكم عنها، وتشيري الفادي طبعا ليهم، وتعملي لي اللايك الحلو بتاعك ده. ويلا بينا بقى اقول لكم على حاجات بخمسين جنيه، مش اكتر من 50 جنيه. يلا بينا. اول حاجة هبدأ بيها حاجات ايميليا، العطور بتاعت ايميليا ده بادي ميست، وكمان ايه هير بيرفيوم تحفه، روايح، وانا عندي اللاين كله روايحهم كلها تجنن، حجم كبير وسعر رخيص. بما ان العروسه وصاحبه العروسه فاحنا محتاجين حاجات من العلطه فيري سكسي. تعالوا اكلمكم عن فيرانو. الريحه دي اسمها سكسي، ومش هتكلم عنها لان هي اسمها بالظبط هو فيها، يعني ريحتها سكسي جدا عرايسي وبس. فيها فيها شمر كده مش هيوضح علشان الكاميرا او الرينج اللي ضارب بيها، تحفه فواحه لابعد حد، ودي ب 45 جنيه الحجم ده كله. ما العرايس تحب العلطه والشخلعه دي، حاجات الجليتر دي والبروبرو احنا نموت فيها. برضو البادي ميست بتاع فيرانو بقى برضو كله شيمر، هنا الشيمر اهدى شويه او انعم، جزيئته اصغر شويه، يعني روايحه كلها تحفه. انا مجربه كل روايحه، الحجم الصغير دوت ب 50 جنيه بالظبط. التو برفيوم بقى دول كنت جايباهم من محل مشمش اللي في عباس العقاد، والواحد ب 45 جنيه وثباتهم مرعب.